اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى مع الدكتور احمد هيكل. دكتور احمد كان بيقول لي في الفصل كلام مهم جدا جدا، ما اعرفش ممكن يقول منه ايه على الهوى، بس يعني بنكتشف في الاستاذ الدكتور احمد هيكل يعني حاجات اجتماعيه مهمه جدا بصفه بالاضافه الى رجل اقتصاد. هو لو عايز يقول حاجه من اللي قال يقول، بس يعني احنا كنا بنتكلم على الرئيس مطالب الان، او الدوله يعني نقول الدولة مطالبة الآن بمواجهة دعم الطاقة اللي بيستفيد منه مجموعة كبيرة من الناس منهم حضرتك. 100% طيب شوف، احنا وصلنا انه دعم الطاقة كان سبب اساسي في التفاوت الاجتماعي اللي هو كان اللي موجود. داول الاراضي أكبر مصدرين للتفاوت اللي حصل في الفترة اللي فاتت كان الأراضي من ناحية ودعم الطاقة من ناحية. اشرحهم لي شرح بسيط كده صغير عشان الناس تفهم إيه يعني إيه دعم الطاقة استفاد منه ناس معينين والأراضي استفاد منها ناس معينين. طبعا النهاردة تعالى عشان ما حدش بتاع أنا أتكلم على روحي. طيب أوكي، ودي حاجة غريبة على فكرة هتسمعوها الوقت، بس ما هو بص يعني حاجة غريبة. ما فيش حاجة، أنا راجل لو الحكومة قررت إنه سعر الكهرباء سعر مدعم على ليا، أنا مش هقول، أنا مش عندي الشجاعة إن أنا أقول من ناحية الببليك بوليسي، من ناحية السياسة الاقتصادية ده خطأ. لكن والله لو الحكومه بتقول لي اعمل مصنع اسمنت وهديك الكهرباء بالسعر الفلاني والغاز بالسعر العلاني، كتر الف خيرك يعني. طب قول بقى حضرتك بقى اللي انت هتقوله. لا طبعا، ما هو انت النهارده كنت هتتكلم عن نفسك. ما انا بقول لك، في احنا انا النهارده احنا اول عمليه عملناها في القلعه كانت ان احنا اشترينا شركه متعثره تعثر شديد اسمها اسك، مجموعه اسك. كانت مملوكة لواحد اسمه السيد عمر جميعي. السيد عمر جميعي توفى، والشركة دي هي استفادت أسعار الأسمنت في سنة 2004 عاليت جامد، 2004 و2005 و2006 العالم كله كان فيه تغيرات شديدة، والطاقة فضلت بأسعار منخفضة، وبالتالي هوامش الربح زادت جدا، وبالتالي أرباح هذه الشركات عالية جدا، وبالتالي ادي انت انا ونفس الحكايه بعد كده في مصنع اسمده اشتريناه من مجموعه مستثمرين قطاع خاص، وبرضو كنا بناخد الغاز، الحكومه قالت لنا الغاز بالسعر الفلاني وبعنا الاسمده بالسعر المختلف. ما سالتكش عن هامش الربح. انا ما عملتش حاجه غلط، انا الحكومه قالت لي هو ده السعر اللي انت ضرايب دفعت، ما عملتش حاجه غلط. ولما جينا بيعنا مصنع الأسمدة، اسأل الناس العاملين في مصنع الأسمدة، رضيتهم تمام، أنا رضيناهم بأكتر مما هم كانوا متصورين 10 مرات. أوكي، فأنا بس ده ما يخلقش تنمية في بلد، ده خطأ، هذا خطأ. لازم النهاردة أنت زي ما كنت بقولك، أنت خنقت مجموعة صناعة تسعير الخاطئ للطاقة بالذات في بداية 2004. ليه؟ ايه اللي حصل في 2004؟ حصل حاجة مهمة جدا، أسعار البترول عالميا ابتدت تطلع طلعات بسبب جداً. اللي حصل في الصين. صحيح، اللي حصل في الصين غير معدلات النمو ال 10-11% اللي الصين عملتها في هذه الفترة، خلت استهلاكها للطاقة زاد جدا. أمريكا في نفس الوقت كانت بتنمو بمعدلات عالية جدا، ارتفعت أسعار الطاقة، نطت من $15 ل $147 في خمس سنين، زمنية قليلة جدا. في خمس سنين طلعت من $15 ل $147. في الفترة دي هي يعني انت بتتكلم الطاقة عالميا عدت طلعت 10 أضعاف. انت هنا هوت السولار بتاعك طلع من 40 قرش ل 60 ل 80 ل 110. خلاص، يبقى تضاعفت مرتين. البنزين شرحه، كل الكهرباء اقل. فانت النهارده الفروقات دي هيت ما بين الاسعار العالميه والسعر المحلي خلقت هوامش ربح مرتفعه جدا في بعض الصناعات، وخلقت ثروات. مش كده بقول لك دعم الطاقه ده واحده من اكبر الاسباب للتفاوت الاجتماعي اللي حصل في مصر. كويس، ده وحق الاراضي. كويس، تمام تمام.
فانت النهارده ده لازم خلاص، ده خلص خطا واتعمل، والنهارده مرض وعرفناه، مرض وعرفناه. بس النهارده من يعني واحنا بنتكلم عليه، محدش يقول لي دعم الطاقه كويس، محدش يقول لي دعم الطاقه كويس. دعم الطاقه كله مساوئ، يا دوبك شويه الفتافيت اللي بتنزل في حته الارض المملوكه للناس اللي يستحقوا هذا الدعم. الباقي بينزل من الهليكوبتر، بينزل على الارض المملوكه للناس اللي هي تقدر تشتري ارض. كم واحد في مصر اللي يقدر يشتري ارض كميه بمساحات ارض كبيره؟ انت حتى ما اتكلمتش بالمناسبه على موضوع الاراضي برضو. ناس خدوا اراضي بنكله يعني وانطلقوا. ده معروف، ملف معروف وما طيب. يعني ببساطه يعني للناس نعد. ناس خدوا اراضي بملاليم وبقت حاجات خلاص. خلينا ايه كويس، مهم ان احنا نعرف ايه اللي حصل، لكن مهم اكتر ان احنا نشوف ايه اللي جاي. تمام، يعني خلينا خلاص. الملف ده هو ملف حصل فيه اخطاء من ناحية السياسة الاقتصادية للدولة، لكن ما يجب ان نتعلمه انه هذا الدعم لا يذهب للناس اللي يستحقوه، قليل جدا منه. صحيح. حصص كميات صغيرة قوي. انت لو انت عاوز ترمي فلوس فوق وتشوف هينزل قد ايه في الحتة الصغيرة المملوكة للناس اللي تستحق الدعم، قليل. ولا واحد في المية. هينزل لكن لا مش واحد في المية، لكن هينزل قليل. 5%، 10%، 20%. هينزل 25%، 30%. بس هو يجب ان يكون لمستحقين 100%. بالظبط كده. مفيش فيها كلام. مش معقول ان انا يبقى عندي دعم طاقة 140 مليار جنيه، و انا عاوز احط الفلوس ديت في شبكات ضمان اجتماعي عشان تروح للحقيقي للناس اللي تستحقها، الناس اللي بتاخد معاشات. المعاشات دي طلعت، ده كويس قوي. عاوز اودي الفلوس ديت في التعليم، عاوز اودي الفلوس ديت في الصحه، عاوز اودي الفلوس ديت ازود بطاقه التموين اللي بتصرف على بطاقه التموين. 15 جنيه ممكن يبقى 25 30. هو ده الوسيله ان انت تتاكد انه الناس عندها حد ادنى، عشان الاثار الجانبيه للاصلاحات اللي هتعملها الناس تبقى قادرة تستحمل هذه تمام تمام أوكي. تمام، ده دي فكرة في غاية الأهمية، ان انت بتاخد دعم الطاقة ده هوت اللي مستفيد من اغلبه الأغنياء، لكن في المقابل بتحط شبكات ضمان اجتماعي علشان اللي كان بيوصل للناس، لانه كان في جزء بيوصل، قلنا 20 25 30%، ايا يعني كان الرقم. عاوز تتأكد ان الناس دي هي التأثر اللي بتضمن لها حد ادنى من العيش، العيش الكريم. فدي فكرة شبكات الضمان الاجتماعي، دعم النقد المشروط، المعاشات. ده عندنا هنا سؤالين. ازاي الرئيس يعمل كده مع رجال الاعمال؟ ممكن يعملوا مشاكل هم مش سهلين على فكرة. يعني ازاي يواجه ده؟ ثم دعم الطاقة ده يعني يمشي تدريجي؟ تدريجي ولا تدريجي. يعني تدريجي لسبب واحد. التدرج فيه، انت لازم كل حد النهارده عنده استهلاك خاطئ للطاقه لازم تديله فرصه انه يصلح وضعه، والا تيجي لك شركات تفلس. تمام. انت عاوز، مش عاوز النهارده الناس تديها شق الناحيه، بدل ما انت كنت بتغرقها ميه مره واحده تعطشها. طيب. الى درجه ان هم يموتوا. طيب. فانت النهارده التدريج في هذا، في اي تغيرات في السياسه الاقتصاديه للدوله لازم يبقى في تدريج معقول فحكايه الخمس سنين دي انا معاها 1000%، ان انت تشيل دعم الطاقه على 5 سنين. طيب. ده طبعا. طيب. انت حصل لك حاجه تانية في غايه الاهميه، ودي مديه نفس جديد، وهو انخفاض اسعار البترول. طبعا انت مستورد كبير للطاقة في مصر. انخفاض اسعار يساعدنا شوية، يساعدك طبعا. جدا. يعني انت النهاردة دعم الطاقة نزل مرتين، نزل مرة بسبب انخفاض اسعار البترول عالميا، الطاقة عموما عالميا، ونزل مرة تانية بسبب ان انت بتقيت ترفع الخطة أسعار التدريجية. الخطة التدريجية البتاع، فبدل ما هي كانت كده انت طلعت دي شوية مستويات الاسعار بتاعتك طلعتها، ومن ناحية تانية اسعار البترول عالميا نزل، فالجاب الدعم الطاقة قل. ممكن بقى حد يخش هنا يقول ده ممكن يخلي المستثمرين يتراجعوا شوية؟ لا لا، مش هيأثر. هتأثر في بعض الصناعات، لكن وانت بتأثر في بعض الصناعات هيبقى هيتفتح لك كمية صناعات أخرى قائمة على ان انت
بتشيل عدم الكفاءة من الاقتصاد. تعالى تمام تعالى 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 نقول الكلام ده يعني ايه. مصر النهارده بسبب انقطاعات الكهرباء في الفترة اللي فاتت ناس كتير اشترت مولدات. صحيح. هل صناعة ده هي. صناعة ومنزلي محلية كمان على فكرة معظمها بيصنعوها هنا. مش تفتكر المولدات دي بتتعمل بايه؟ بتدور بايه؟ بالسولار. صحيح. تمام؟ لما انت هترفع اسعار السولار تدريجيا على 5 سنين هيحصل ايه؟ الناس اللي بتولد كهرباء مش هتقدر تولد كهرباء من السولار لانه اسعار السولار هترتفع جدا، وبالتالي اسعار الكهرباء المولده من السولار هترتفع جدا. كل قصه السولار قصه الكهرباء اللي بتولد من السولار دي هتختفي. انا في خلال 3 4 سنين من النهارده محدش هيبقى عنده مولد بيشتغل بالسولار. هيعملوا حاجه بتشتغل بحاجه ثانيه. هيحصل حاجتين في رايي. هيحصل توليد طاقة على شمسية مثلا، شمسية هيتخلق لك فحم، مصادر أخرى كثيرة، نووي قد يكون. تمام. ممكن. فدي أدي قصة كبيرة اتفتحت. تفتكر الطاقة الشمسية دي هي البانلز تصنيع البانلز دي الألواح دي الألواح دي هي مصانع هتشتغل ومصانع طبعاً هتفتح طبعاً. فانت هتشجع صناعات معينه في اتجاهات معينه وفي ضغوط هتتحط على صناعات انت ما عندكش فيها ميزه. فزي ما في ناس مش هتيجي تستثمر في قطاعات معينه لان خلاص اسعار الطاقه بتاعتك بقت عاليه. يعني قفلت بابين بتفتح 10 تمام تمام تمام. انت هتقفل بعض البيبان. كام واحد هيشتغلوا في انه يتحط طاقه بانلز بتاع الواح طاقه كلنا شمسية. نفكر في الحكايه طبعًا. دي وده هيجي ناس هتيجي تشتغل وهتحط لك بانلز وهتركب لك فهتفتح هتقفل باب هيتفتح لك 5. كام واحد هيستثمروا في النقل النهري؟ كام واحد هيستثمروا في بدائل الطاقه الزباله؟ قرار واحد يطلع اللي هو المنظم لبدائل الطاقة اللي هو هيطلع في مصانع الأسمنت الأسبوع الجاي لو ما حطوش فيها تدريجي انه 5% 10% 15% من القمامة المعالجة تستخدم في مصانع الأسمنت بأمانة لازم الناس تروح تتظاهر. خلاص لان انت دي حاجه البلد هتنضف. ده بيشتروها مننا، ده في ناس بتصدرها. ما انت قلت كلام كبير في الحكايه. لا ما طبعا في ناس طبعا بس سيبك من التصدير. انت النهارده لا يعني قصدي اقول لك ان القمامه دي احنا مش عارفين نستغل. عامله لنا مشاكل اصلا. عامله لك مشاكل. انت النهارده انت عايز القرار الجديد اللي يطلع هو هم كانوا يلزمك انت كمصنع اسمنت طبعًا. انك انت تستخدم طبعًا. 15% من طاقتك من القمامه من هتضطر تجيب المكن دوت والحاجات دي. طبعا طبعا النهارده حاصله بس حاصله على استحياء لانه الناس لسه مش عارفه القرار ده هو طالع فين، طالع اتجاهه شكله ايه. كان في كلام ان هو ممكن يبقى فيه بيحطوا كمان بات كوك فحم طالع من البترول من المصافي. ده انا في رايي يبقى ده قرار خاطئ 100%. انت عاوز تشجع في استثمارات لازم تتحط في الزباله وعلشان مصانع ده ما يأذيكش انت كرجل اعمال؟ بالعكس ما يأذيكش خالص لان انا النهارده هشتري جزء من بدائل الطاقه ما هشتريها بسعر اقل من سعر الفحم. يعني هو بتوع الفحم هيخلي المصانع تشتري القمامه 100% تشتري القمامه المعالجه طبعا تعمل مصانع بسعر اقل من سعر الفحم. فانا كمصنع اسمنت لا اتاثر لكن فتحت مجال كبير الناس تقدر تشتغل فيه. طيب يا دكتور يعني انت قلت لنا كلام جميل جدا، عايزين بس ناخد منك بقى كلمه عن انت بتعمل مصنع تكرير حاجه مهمه جدا. انت بتقول حضرتك المصنع والمعلومات اللي عندي بتقول ان المصنع ده هيوفر 60% من السولار اللي البلد محتاجاه. لا 50% 50 ل 60% من السولار اللي البلد بتستوردها. طيب بتستورده. طيب معامل التكرير
منظومة الطاقة في مصر محتاجة نظرة كبيرة، والله يكون في عون السيد وزير البترول. تشجيع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كويس في غاية الأهمية. ده لكن احنا تأخرنا تأخرنا كتير تأخرنا أوي تأخرنا أوي. تأخرنا انت عارف سيادتك ان الغاز الطبيعي ليه؟ انا عارف انك ساكن في جاردن سيتي، انت عارف ان الغاز الطبيعي في جاردن سيتي من الاربعينات والخمسينات، ولا في الخمسينات كان فيه، عمي كان بيته فيه غاز طبيعي، الستينات حاجه زي كده يعني كان فيه. اظن انه اول غاز طبيعي دخل في مصر كان في شبكات، كان في منتصف السبعينات. اه يمكن يعني في الفتره دي كان موجود يعني. دي ده يعني كان المفروض مصر تتملي على التسعينات. انت تاخرت تاخرت تاخرت. لو احكي لك السبب هتزعل الى اقصى الدرجات. دعم البوتاجاز بيتم عن طريق هيئه البترول. توصيل الغاز للمنازل بيتم عن طريق ايجاز لفتره طويله. الناس اللي في ايجاز بيقول لك لا ما فيش اقتصاديات لتوصيل الغاز. ليه ما فيش اقتصاديات؟ لانه مش حاسب دعم البوتاجاز اللي موجود بتصرفه هيئه البترول. فما بيحسبوش في المعادله الاقتصاديه بتاعته. تمام. يعني عملنا فلوس الخمس سنين اللي جايه مثلا نعمل بيها. لا شغالين مثلاً. هم النهارده في خطه طبعاً. ان هم يوصلوا الغاز الطبيعي للمنازل بتوسع كويس. معامل التكرير متهالكه. ليه متهالكه؟ لانه انت النهارده لا تدار بطريقه اقتصاديه مظبطه. بالهيئه البترول بتدي حاجه اسمها في التكرير. فيت التكرير احدى شركاتها فبتديها في التكرير وخلاص. يعني خدمه مقابل تقديم خدمه. لا وبالتالي ما بصتش على اقتصاديات معامل التكرير. معامل التكرير كلها في مصر ما عدا ميدار والعامريه بتخسر. لما تبص عليها فعليا على الورق بتاعهم هتلاقيها بتكسب. اه طبعا بتكسب. ليه؟ لانه بيديها بالهيئه التكرير بتديها في التكرير، فبتخبي الخسائر، والخسائر بتبقى موجوده جوه في حته ثانيه جوه هيئه البترول نفسها. اجمالي بقى اجمالي انت النظام الاقتصادي يجب بتاع الطاقه بتاع الكهرباء. حاول اديك مثال ثاني. كفاءه توليد الكهرباء في مصر. انت كفاءة التوليد اظن 38% 39% اجمالي، يمكن اقل من كده كمان 35. المحطات الجديدة النهاردة 58%. ده معناها ايه؟ معناها ان انت بكمية الغاز اللي موجودة اللي انت بتستهلكها النهاردة تقدر تولد 60% كهرباء زيادة لو انت كان عندك كفاءة. ليه ما استثمرتش في الكلام ده؟ هو لان كنت عاوز تخلي، لانه الغاز اللي رايح من هيئة البترول للكهرباء بدولار ونص. فما مدعم. نظام الدعم ده خلق كمية مشاكل يا إلهي، حاجة غير طبيعية. وفي ناس طبعا استثمروا مصلحتهم وعمل لا وسبب مشاكل هذه الفوارق الفظيعة. سببت مشاكل. خلتنا ما نشوفش حاجات كان لازم نتنبه لها. خلتنا نشجع صناعات مش عاوزين نشجعها. خلينا نقتل صناعات بتاع. خلق التفاوت الطبقي حاجة. انه الدعم ده قاعد يستمر للفترة دي هيت انا غير مصدق. الحمد لله انك عندك قرار سياسي بيواجه الكلام ده هوت. طيب. على خمس سنين هنرفع الدعم وابتدينا من سنه. دكتور اخر سؤال بقى لحضرتك لان الوقت خلاص قذف يعني. الامه العربيه كيف تستطيع ان تتوحد او تقترب اقتصاديا للابتعاد عن التصدير من الاستيراد من الخارج في مواد استراتيجيه؟ يعني احنا نقدر نلم بعضنا ولا ده وهم احنا عايشين فيه؟ يعني باختصار من فضلك. اول مرة في حياتي نقول انه اصبح هناك شبه اجماع على انه احنا يا اما هنعوم مع بعض يا اما هنغرق مع بعض. كويس. تمام على مستوى جميع البلاد
خلاص في ادراك ازاي ده يترجم على الارض. دي لسه النظام الاقتصادي يعني خلاص الناس عارفه النهارده انه التحديات اللي بنواجهها كلنا هي تحديات مشتركه. تمام. لسه ده ما ترجمش الى نظام اقتصادي عربي مشترك. ممكن بشروط. طبيعي. ممكن بشروط. وهياخد وقته. تمام. وانت ابتديت في الفترة اللي فاتت تشوف استثمارات بينية عربية كثيرة. انت عليك استثمارات برا كتير. ليه استثمارات في المنطقة العربية. بس في افريقيا اكتر. افريقيا. طب ما هو يعني. تمام. وبالتالي لكن النهاردة اصبحت في استثمارات بينية كتيرة اكتر كتير جدا من 20 سنة فاتت. كويس. 20 سنة فاتت كنت تقدر تقول في مصر في 2-3 هما اللي بيستثمروا. شيخ صالح كامل. ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة الشيخ صالح، راجل فاضل وعزيز علينا كلنا. الشيخ فهد الشبوكشي، الشيخ عبد الرحمن الشربطلي. هما 3-4 اللي كانوا بيستثمروا كتير في مصر. النهارده لا، النهارده ابتدى يبقى في استثمارات بينيه اكتر كتير جدا. في ناس سواء من الناحيه الماليه او من ناحيه ان هم يجوا يعملوا شركات في مصر، والمصريين يعملوا شركات في فالنهارده ابتدى هتاخد وقتها، لكن ابتدى يظهر بدايات توسعات في نظام في استثمارات بينيه. بس عايز اطار يا دكتور، يعني عايز اطار زي اوروبا كده ولا صعب علينا؟ لازم في اوروبا عشان توصل اللي هي فيه ده هو مرت بمراحل طويله. كويس. احنا لازم تحط الاطار، لازم يبقى فيه الاطار. لازم يبقى فيه الاعتقاد الراسخ اولا انه مصير واحد. هو واحد. هو لا، ما كانش. ما كانش. ما كانش. كلنا مرينا بتجربة في الفترة اللي فاتت خلتنا نبقى عندنا يقين انه لو حصل حاجة في الامارات، لو حصل حاجة في السعودية، هنتأثر على طول مباشرة. احنا تاني يوم. تمام. واحنا هنا وهم برضو عندهم قناعة ان هم لو مصر حصل لها حاجة هم كمان عندهم مشاكل. فالنهاردة ما بقتش بقى عندنا قناعة كلنا اكتر من اي وقت فات. يعني ممكن قبل كده كانت مختلفه. الازمه المشتركه دي تصنع بالزبط. هذا التوحد على مدى سنين. بالظبط كده. وده حاجه مهمه، ويجب ان احنا نحط نذلل اي عقبات. عشان كده بقول لك اي مستثمر النهارده جاي يستثمر من فضلك كلبش فيه. كلبش فيه. اتاكد انه المستثمر ده هوت واخد حقه مظبوط، ما تدلعوش انت كبلد. ياخد العقد اللي انت توقعته وياه تلتزم بيه. ما فيش قصه ان احنا نقدر نخالف عقود وقعناها. ده مبدا في غايه الخطوره، يهد اي استثمار طبعا. وبالتالي انت النهارده يجب ان انت تحترم هذه التعاقدات. ما لم يثبت بالدليل القاطع اليقيني انه في حد ارتكب مخالفه واخد حاجه بالمخالفه للقانون، هذا امر اخر. ده امر اخر طبعا. لكن اما وقد وقعت تعاقد فالتعاقد ده يجب ان يحترم. تمام. فالنهارده بنشوف بدايات يجب. وبعدين النجاحات اللي بيحققوها برضو ناس في مصر، يعني اتكلم مع اي حد من الناس اللي دخلوا تجاره التجزئه مره تانية، فيستيفال سيتي وسيد ماجد الفطيم وسيد عمر الفطيم، اتكلم معاهم مبسوطين جدا في مصر. كويس. خلاص. بعد فتره طبعا فيستيفال سيتي قعدت فتره طويله جدا وكانت بدع، لكن النهارده الناس مفتوحه للاستثمار. في بدايه اللي حصل في الجزائر. انت في مصريين راح ابتدت تعمل استثمارات في الجزائر، تعرضوا لفتره من الفترات لفترات صعبه، لكن النهارده الامور احسن كتير جدا. انت فعندك بدايات اللي حصل في بعض المستثمرين من المغرب جم استثمروا كثيرا في مصر. يعني وبالتالي ممكن نقول ان في بشاير هتاخد وقتها. تاخد وقتها.
بس ان شاء الله نشوف مستقبل افضل ان شاء الله. انا بشكرك على كل التفاؤل اللي قلته لنا وكل الصراحه اللي قلتها. انا بشكرك دكتور، شكرا جزيلا، شكرا، صباح الخير.